叫地道，你们都我特别啊叫 physics， 我们 assess 来你是哪里 ？assess 哎，来你是哪里？ثم على أساسها طلع كل المواد التحليلية والتطبيقية من المادة دي الرياضيات والفيزيكس اللي بتسميها بالعربي ها؟ الفيزيكس مهمة جدا 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 وأنا شايف مخكم حلو أجي راسك كده قربي شفت مخها حلو إزاي؟ كل مخ من مخكم جميل جدا فدول المادتين دول صعبين صح هم اللي بيغيروا فأعظم العلماء في الذرة كانوا اثنين في القرن الماضي أينشتاين انتوا عارفينه صح لكن واحد اسمه علي مصطفى مشرفة باشا كان منين ده علي مصطفى مشرفة باشا ها كان من شمال السودان يعيش فين؟ فين شمال السودان؟ مصر وجنوب السودان خرطوم وجزر جنوب مصر ده كده فعلي مصطفى مشرفة باشا خد الدكتوراه في كام سنة؟ مليون من بريطانيا علي مصطفى مشرفة باشا خد الدكتوراه في كام سنة؟ في أقل من سنتين واخدين بالكم؟ وكان في نفس الوقت كان يتيم ابوه وامه ماتوا واللي ربته اخته الكبيره فده لم يكن عائق على ان يطلع من اعظم علماء القرن في علم ايه؟ الطبيعه والرياضيات واللي هو شارك في وضع النظريه النسبيه. اينشتاين انتوا عارفين اينشتاين صح؟ لكن مش عارفين علي مصطفى مشرفة باشا ولا نحن ولا نحن لكن عارفين نانسي عجرم سميرة سعيد ها من تاني ها تديك بوك كده ايوه هيفاء هيفاء وروبي والاغاني اللي مش عارف فين من تاني وكاظم الساهر وهاني شاكر ايوه هاني شاكر هاني البنت دول عارفينهم دول؟ وشعبولة عارفين شعبولة؟ ايه عارفين شعبولة؟ شعبولة يا اخويا اللي طلب القلة عارف طلب القلة يعني ايه؟ ما انتش مصرية بقى القلة اللي هي ايه القلة؟ الزير الجرة الجرة الزير بيقول لك يعني الزير فلذلك دول اليابان نهضت فيهم بعد الحرب العالمية الثانية اهتموا بتدريس الرياضيات وتدريس الطبيعة ها؟ فإن كنتن تردن أن تصبحن عالمات زي علي مصطفى مشرفة باشا لو أصبح أصغر رئيس جامعة جامعة القاهرة ها؟ سنة في الثلاثينات أو آخر الثلاثينات وموته جه مش عارفين يعني هل الناس سموه قتلوه ولا مات موت طبيعي؟ لان مات في سنه 50 وكان صغير في السن وكان بيعرف ايه؟ بيعرف الادب والشعر والثقافه وكان بيكتب شعر وكان بيلعب موسيقى على البيانو وكان بيألف كمان مقطوعات موسيقيه. وشفت العلم كان ماشي ازاي بس قاعدته ايه؟ ده. فعشان كده لما يجي الاستاذ بتاع الرياضيات ده وقفوه ما تخرجوهوش. ها؟ عضوا عليه بالنواجذ. ها؟ عشان ده اساس التقدم العلمي والفضاء والزراعه وكل الاشياء دي كلها هي الطبيعه ولذلك من اعظم العلماء المسلمين اللي غيروا تاريخ العالم هتلاقي كل العلماء اللي انتوا فاكرينهم بقى ابن سينا والفارابي والبيروني ها؟ واخد بالك؟ يعني مثلا عملت الدكتوراه بتاعتي في بريطانيا خدتها في 91 كان اللي اكتشف المرض اللي انا اشتغلت عليه للاطفال اللي بتتولد بالكيس كيس ميه في الظهر اللي هم عندهم سباينال بيفيدا واستثناء في المخ ومن غير مخ اول واحد اكتشف هذا المرض اسمه ابو القاسم الزهراوي.
وكان بيعيش في مدينة اسمها الزهرة جنب قرطبة، واكتشف المرض ده ورسمه ووصفه في القرن العاشر قبل أوروبا بخمس سنين، وألف موسوعة اسمها موسوعة طبية 30 مجلد باسمه هو الزهراء. روحوا انتوا اقراوا على الزهراوي، اعملوا جوجل عليه ابو القاسم الزهراوي واقروا عليه. ها؟ فكان طبيب، كان ابن سينا، كان فيلسوف، وكان حافظ القران، وكان عالم في الطب. وهكذا. فكل العلوم دي ابن الهيثم، حسن ابن الهيثم الى اخره الى اخره الى اخره. حتى عباس بن فرناس اول ما اكتشف الطيران وقع ومات، كان محط الجناحين ونط. ها؟ تجربه فشلت، لكن هو كان اول خطوه في صناعه الطيران. فاوعوا ما تفتكروش تاريخ اجدادكم وابائكم، سواء كان من السودان او من مصر او من المغرب او من الخليج او من اي حته في العالم. واخدين بالكم؟ تعلموا من التاريخ ما تصنعوا بيه حضاره السودان. والراجل ده ما تخرجوش، يعني يفرقوا عليه فات يقولوا علمنا يا معلم. وانا سوداني اكتر منكم، عجبك ولا ما عجبكوش انا سوداني. كم واحدة فيكم تعرف حاجة اسمها ام فيشفت؟ كم واحدة فيكم طبختها؟ اكلتها وبعدين شربت بعدها ايه؟ ميه شربوها شربوها. انا قعدت اقول له يا راجل مش بس لما تقابلوا بقى ناسي تاكلوها ايه؟ تطلع جوز بعدها.